Exactly day. أتذكر ذلك اليوم، بدأت كرة القدم بعمر 4 سنوات لأن والدي كان لاعبا محترفا في البرازيل وقضى عمره كله كلاعب محترف، ليس مشهورا كثيرا لكنه محترم. وعندما بلغت 14 من عمري حصلت على أول اختبار لي في نادي محترف ولم أنجح في اجتياز المحاولة، ومنذ تلك اللحظة قررت أن أعطي أكثر وعلي أن أكون لاعب كرة قدم. فقال لي المدرب أن لدي كل مقومات لاعب كرة القدم، وأنا أتذكر هذه اللحظات كأنها البارحة. أول ناد مثلته زماو زماو البرازيلي، وقد حصلت على اختبار لنفسي ثم تجاوزته. الجميع أشار إلي أني في هذا النادي لن أصبح لاعبا محترفا، لكنني لم أصغي لأحد، فقط استمعت لوالدي، فهو كان مدربي وأفضل صديق لي. كل ما قاله ونصحني به اتبعته، لذلك أنا هنا اليوم أفعل الكثير من الأشياء. And that's why I'm here today doing the thing I love. هل في أحد كان يتوقع أن تكون فعلا لاعبا أو لاعب مشهور؟ No. لا، هناك في البرازيل الكثير من الشباب يمتلكون موهبة عالية أو بدونها، ولا أحد ينظر إليهم. الغريب في الموضوع أنهم لا يمارسون كرة القدم اليوم، منهم من اتجه للعمل أو استكمل دراسته ولا أعلم. كرة القدم ليست مجرد موهبة، عليك القيام بالكثير من الأمور كل يوم، أكثر من الموهبة، عليك التدرب وأن تضع حلما مستقبليا بأن تصبح لاعب كرة قدم أكثر من أي شيء آخر، وهذه حقيقة بالنسبة إلي. سجلت بعض الأهداف في البرازيل عندما كنت تحت 20 وأقل من 17 عاما، لكن هدفي الأول كمحترف كان مع سانتوس في مباراة الديربي ضد بالميراس في البرازيل. سجلت هدفا وانتهت المباراة بفوزنا، وكان أحد أجمل أيام حياتي. أخيرا عطني أول مبلغ تقاضيته في حياتك من خلال كرة القدم، وكم كان؟ كان المبلغ 60 ريالا في البرازيل، نملك نفس الاسم تقريبا وأيضا ما يقارب نفس القيمة. وأتذكر أول شيء اشتريته كان محفظة لحفظ النقود، لكن سعرها كان تماما بقيمة الراتب، لذلك اشتريتها ولم أحتفظ بشيء بداخلها. أتذكر هذا جيدا، وأمي كانت غاضبة مني. ظريف هالبرونو.